بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. الجو كمان هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في النهاردة شبورة مائية كثيفة الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل لحد الضباب على بعض الأماكن. كمان في أمطار خفيفة لمتوسطة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد، وده هيكون على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا اليوم مستمرين في ارتفاعات درجات الحرارة، هي ارتفاعات خفيفة في قيم درجات الحرارة، يمكن ذروتها بالأمس كانت العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية خلال فترة النهار. اليوم متوقع استمرار ارتفاع درجات الحراره، لكن متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون ما بين 32 و31 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده بسبب تاثرنا بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده بيعمل على زياده فترات طلوع اشعه الشمس بشكل كبير وحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض. كمان بعض المناطق من الجمهوريه وخاصه المناطق الجنوبيه بتتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه. طيب الرطوبه واصله معانا لكام في الميه يا دكتور؟ الرطوبة بتتجاوز 85 و90% في بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وده بيؤدي لتكون الشبورة المائية الكثيفة اللي احنا ملاحظينها على اغلب الطرق خلال فترات الصباح الباكر. يعني وجود نسب رطوبة العالية مع وجود كمان المرتفع الجوي للطبقات الجو العليا وانخفاض درجات الحرارة وهدوء سرعات الرياح، دي العوامل كلها اللي بتؤدي لوجود الشبورة المائية الكثيفة اللي بتوصل لحد الضباب، يعني انخفاض في الرؤية الأفقية أقل من 1000 متر في بعض الأماكن. ممكن أحيانا كمان الشبورة المائية الرؤية الأفقية معاها بتنعدم على بعض الطرق وخاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. ودايما مع تكون الشبورة المائية الكثيفة بيكون في ساعات الليل المتأخر، يعني تقريبا الساعة 3-4 الفجر تستمر معنا حتى سطوع أشعة الشمس، يعني من الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تدريجيا في الاختفاء، وتبدأ تدريجيا الرؤية الأفقية تحسن على أغلب الطرق. يمكن كانت موجودة معانا اليوم وانخفضت الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ل 800 متر، ومتوقع استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الأيام المقبلة. يمكن غدا السبت إن شاء الله متوقع استمرار وجود الشبورة المائية الكثيفة. طيب والمرتفع الجوي اللي احنا بنتعرض له الأيام دي مكمل معانا لحد إمتى؟ يعني على الاقل لحد منتصف الاسبوع القادم ان شاء الله، يعني لحد يوم الاثنين اللي جاي مستمرين في درجات الحراره اللي هي اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي من 2 لـ3 درجات في المناطق الشماليه، المناطق الجنوبيه بحوالي 4 لـ5 درجات. احنا بنقول اليوم متوقع عظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين 32-31 درجه مئويه، مع يوم الثلاث اللي جاي تبدا تكون 29 درجه مئويه، فتبدا درجات الحراره تدريجي تعود للمعدلات. يمكن احساسنا بالطقس خلال فتره النهار هيظل طقس مائل للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه وبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد، طقس حار على جنوب سيناء، شديد الحراره على جنوب الصعيد. ده بيكون خلال فترات النهار وتحديدا مع شده الاشعه الشمس في فتره الظهيره. فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل انخفاض تدريجي في قيم درجات الحرارة، بيكون ملموس أكثر الانخفاض ده في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر. هتظل الأجواء في الفترات دي أجواء مائلة للبرودة، وخاصة كمان في المحافظات الشمالية، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، المدن الجديدة أجواءها هتظل أجواء مائلة للبرودة. وهنلاحظ كمان استمرار فرق درجات الحرارة اللي بيتجاوز 10 درجات في بعض المناطق من الجمهورية بين فترة النهار وفترة الليل. اليوم كمان متوقع أن يكون معانا فرص لسقوط الأمطار، وهتكون أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض الأماكن الموجودة فيها. ممكن تأثر على أعمالنا اليومية؟ إن شاء الله مش هتأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. هي الأمطار كمان بتنحصر في المناطق الموجودة في جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين، والأمطار دي ممكن تكون رعدية أحيانا وعلى فترات
متقطعه من اليوم، وقد تمتد الامطار كمان خفيفه لبعض المناطق من اقصى الجنوب، يعني ابو سمبل، المجره، الملاحي، ادفو، اسوان، المناطق الموجوده في اقصى جنوب البلاد. غدا متوقع ان كميات الامطار تزيد، يعني غدا السبت ان شاء الله الامطار متوقع ان هي تزيد، يمكن تاثر على بعض المناطق من السلاسل كلها، سلاسل جبال البحر الاحمر، وتكون امطار متوسطه، وايضا بعض الاماكن من محافظات الصعيد، وقد تمتد كمان لمناطق من جنوب سيناء. فمهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه عشان نعرف اماكن سقوط الامطار وتاثيرها، ويمكن غدا هي اللي ممكن تاثر على بعض اعمال الانشطه اليوميه، لان هتزيد كمياتها على مناطق من السلاسل، فلازم ناخد بالنا غدا ان شاء الله من سقوط الامطار على سلاسل جبال البحر الاحمر او سيناء. وطبعا زي ما قلنا في الاول في استمرار لارتفاع قيم درجات الحراره، فمهم جدا ننصح كل الساده المواطنين لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل كبير لو بنخرج فتره الصباح الباكر او في ساعات الليل المتاخر، ولازم طبعا مع الشبوره المائيه الكثيفه لانها ممكن تاثر على انا كنت لسه هسال حضرتك على الشبوره المائيه بتبقى كثيفه قوي امتى عشان الناس تاخد حذرها؟ واكتر المناطق اللي ممكن تبقى فيها زياده شويه تصل لحد الضباب زي ما حضرتك قلتي. هي طبعا مع تكون الشبوره المائيه الكثيفه بيكون تقريبا في ساعات الفجر، يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر ده مع تكون بتبقى الشبوره المائيه كثيفه بشكل كبير، وبتستمر معانا حتى الساعه 7 8 صباحا شبوره مائيه كثيفه، بتبقى موجوده على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه، القاهره الكبرى، مدن القناه، بعض المناطق من سيناء وشمال الصعيد، يعني اغلب الطرق المؤديه من والى المناطق الشماليه بيكون عليها شبوره مائيه كثيفه وسط اليوم لحد الضباب، يمكن الايام الماضيه كمان، فلازم تكون مع وجود الشبوره المائيه واحنا سايقين على الطرق لازم تكون القياده بهدوء تام، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات ونتبع كافه تعليمات المرور. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 32 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 33 22، اسكندرية 29 20، العلمين الجديدة 28 21، مطروح 28 19، دمياط 31 22، بورسعيد 30 23، الإسماعيلية 33 22، السويس العظمى فيها 34 والصغرى 23، العريش 31 22، كاترين 28 15، طابة 32 23، حلايب 32 24، وشلاتين 33 23، شرم الشيخ 35 24، الغردقة 35 24، الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 20، بني سويف 34 19، الوادي الجديد 38 21، اسيوط 35 18، سوهاج 36 19، قنا 38 25، الاقصر 38 24، واخيرا اسوان العظمى فيها 39 والصغرى 25. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. ومره ثانيه لجمانه ومحمد نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمياء.